النهارده هكلمكم عن الحنفيه، حنفيه الميه او الصنبور باللغه العربيه الفصحى، وبدايه دخول الحنفيه لمصر اللي كانت سنه 1884، يعني بنتكلم من 139 سنه، لما اقرت سلطات الاحتلال الانجليزي منشور تم توزيعه على كل المساجد المصريه. والمنشور ده كان بينص على انه هيتم استبدال اماكن الوضوء في المساجد بصنابير تكون متصله بشبكه ميه الشرب الجديده النقيه اللي عملتها لاستخدام الميه النقيه في الوضوء في المساجد، وده بدل من استخدام الطاسه اللي كانت موجوده قبل دخول الصنابير او قبل استخدام الصنابير. والدخول للحنفيات بقى والصنابير وبدايه الاستخدام كانت تسهيلا كمان على الناس اللي رايحه تصلي والناس اللي رايحه تتوضى في عمليه الوضوء. الحكومة بدأت إن هي تركب بقى شبكات عمومية لمية الشرب والصرف الصحي في المدن، وكانت بالنسبة للمصريين طبعا حاجة جديدة وقتها. ومين بقى اللي تضرر من وجود الحنفية والصنابير؟ السقة أو مهنة السقايين يعني بشكل عام، وجماعة السقايين تضرروا من وجود الحنفيات لأنه مهنتهم هتتأثر ومش هيبقى لمهنتهم لازمة. السقايين دول اللي كانوا بيوصلوا المية للناس في البيوت، فابتدوا يقولوا او يشيعوا ما بين الناس انه الحنفيه دي او الصنابير دي بدعه، وانه مش هينفع الوضوء بيها، يعني لازم الناس تتوضى بالطريقه التقليديه باستخدام الطاسه. وابتدوا يقولوا للناس لا دي بدعه، ما تتوضوش بالطريقه دي، عشان يفضل ليهم لازمه وعشان تفضل شغلتهم قائمه ويفضل مهنه السقه موجوده زي ما هي. فراحوا الناس ليه؟ عشان يسمعوا بقى فتوى بتقول انه والله استخدام الصنبور ده يعني مستحب عادي وما هوش بدعه ولا حاجه. فجم فقهاء المذهب الحنفي وقالوا انه بالعكس، ده الوضوء بالمياه الجاريه احسن كمان من استخدام الطاسه، عشان كده يمكن اتسمت وقتها الحنفيه نسبه الى فقهاء المذهب الحنفي. واستمرت بقى استخدام الحنفيات في مصر كلها، ومؤخرا كمان مع دخول مبادرة حياة كريمة وصلت المية، مية الشرب النظيفة لكل القرى والنجوع والكفور اللي ما كانش وصل لها كمان المية. فدي كانت قصة الحنفية، ليه تسمت الحنفية وبداية دخولها إلى مصر.